برحب بحضراتكم مره تانية في الاستوديو. معايا اتنين من نجوم النادي الاهلي الصراحه، يعني يمكن انا لعبت مع الاثنين، سواء بقى كابتن ابو الدهب كلاعب مدافع قوي طبعا، لا يعني اللي اتفرج عليه كابتن ابو الدهب حاجه محترمه جدا. على الجانب الاخر كابتن محمد جوده، واحد من اللاعبين بقى اللي صعدوا معايا للدرجه الاولى، خط وسط، كان من الخط يعني من اللاعبين المميزين، بنقول ايه خط وسط عصري. لو كان في الوقت ده كانت الامور بالنسبه له اختلفت تماما في المقابل المادي بالنسبه له. يعني لما نيجي نتكلم على مبالغ معينه في الوقت ده احنا بنتكلم فيه، لا كان ممكن يبقى ياخد اكتر من كده بكتير. خلينا نرحب بكابتن محمود ابو الدهب في البدايه، والنجم دائما الدائم في البريمو. كابتن ابو الدهب برحب بحضرتك. حبيبي يا رؤى، وانا سعيد جدا النهارده مع محمد حبيبي، دايما بنسعد بيك. اللعيبه المحترمه وكان ناشئ طلع معانا بسرعه الصاروخ طبعا. كابتن جوده برحب بيك يا كابتن جوده. مبسوط ان انا معاك يا كابتن فاروق طبعا، ومع كابتن محمود يعني بقالي كتير مشتوش في وقت واحد تقريبا. انا كنا ابو الدهب لحقت وانت طلعت معايا، فاكيد يعني احنا طبعا كابتن ابو الدهب طبعا الماتشات اللي احنا لحقت. طيب راح بعد كده راح النمسا تقريبا. كان معاه كتير معانا، راح طلعت انت وابراهيم، ويعني كان طلع كويسه من الثلاثه. ما يميز المرحله دي من وجهه نظركم كابتن في الوقت ده، هل كان النادي الاهلي في الوقت ده كابتن ابو الدهب كان 7 سنين دوري لو تتذكر لما احنا صعدنا كابتن جوده؟ بص يا فاروق، في تغييره اللي هو الجيل بقى بيتغير بصعود سيد عبد الحفيظ، صعود جوده، ابراهيم سعيد، وانا بص خلي بالك يمكن عشان في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، اللي كان يخش في المجموعه دي يبقى جامد جدا. ده في يعني انت عارف اجيال قبلنا يعني انتوا كويسين جدا ما نجحوش. الميزه كمان كان مستر هولمان ومستر هاريس كان عينهم على قطاع الناشئين دايما، فلما يختار لعيبه واللعيبه دي تتمرن مع يعني نجوم كبار جدا في الفرقه، وكان في تقل في الفرقه في الوقت ده في النادي الاهلي. يعني انت لو عديت كل لعيب فيهم هتلاقي لعيب جامد النهارده عشان تبقى تلعب، فكان لازم بعض اللاعبين تحترف او تمشي. يعني انت اي عقد احتراف هيجي اي لعيب، يعني انا كنت لازم امشي عشان ابراهيم سعيد يبقى موجود. حتى بعد كده سمير كمونه لعب، بعد كده سمير كمونه راح المانيا. فبالتالي انت عشان تخش في وسط المجموعه ديت. الحاجه الثانيه يا فاروق ان احنا كنا كمان الحمد لله بنشيل الناشئ، والناشئ كان طالع كويس متاسس كويس وعايز يلعب، ودي كانت ميزه. يعني احنا حتى كمان يمكن انتوا لاحظتوها ان انت كنت بتحافظ على نفسك، بتحافظ على اللعيب، وبعدين ما كنتش بتقول بقى اللعيب على مهلك او خاف، لا كنت بتقول العب، وانت كنت بتلعب وبتبقى جامد وبتبقى عندك قوه. فبالتالي انت كنت حاطط او حاجز ان انت هدفك ان انت تلعب فريق اول، ودي كانت ميزه فيكم طبعا. انت كفيرود، جوده كان في نص الملعب، ابراهيم سعيد كان جوكر. الموضوع صعب قوي عندي. كان جوده صعب. جوده انت لعبت كان مين يا كابتن جوده؟ كابتن هادي خشبه كان. كابتن هادي خشبه وكابتن هشام حنفي. يعني بجد واحنا في الناشئين يعني دايما كنا اصلا بنتمرن لفترات كبيره جدا يا كابتن فاروق قبل اهلي مدينه نصر، بنتمرن في الجزيره. كنا نخلص حتى كنا بنخلص ونتفرج طبعا على النجوم الكبيره دي. الواحد ما كانش مصدق في يوم من الايام ان هو هيكون معاهم. يعني يمكن كابتن فاروق انت كنت بتبص طبعا على المهاجمين، حاجه طبعا صعبه جدا. انا كنت ببص على نص الملعب، كابتن هادي خشبه، كابتن اسامه عرابي، كابتن هشام حنفي، مش عايز انسى حد، بس كانوا صح. انت قلت الثلاثه اللي بالظبط كانوا كابتن هادي خشبه وكابتن هشام حنفي، كانوا من اسامه عرابي طبعا من نجوم. لا كابتن اسامه كان سابقه يعني، بس الفتره دي كان عايز يعتزل. ما انت ما كانش عايز لعبنا معاه كتير. انت لو لاحظت حاجه في الفتره دي كان ثبات التشكيل. يعني احنا قعدنا 3 سنين يا فاروق، كان ثبات التشكيل كان من ثوابت النادي الاهلي. يعني حتى كان الراجل كان يقعد معانا المدير الفني كان يقول لك ان عندي الاساسي اساسي، فكان الاساسي بيلعب وبيدوس في اللعب وبيموت نفسه، واللي ما بيلعبش كان برضه عايز يخش المكان يعني يلعب، فبالتالي كان بتبقى تخلق منافسه قويه. فدي بتبقى كانت ده كلام برضه يا كابتن فاروق يدل ان كمان زينا اللي هيجي من تحت كمان هيبقى الموضوع صعب. يعني كابتن ابو الدهب بيقول لك اللي ما كانش بيلعب كان صعب يدخل طبعا. ما بالك بقى حد ناشئ طالع. فبجد يعني اتشرفنا ان احنا لعبنا مع كباتن كبار. الصعوبه في الوقت ده ان كان فعلا فريق زي ما بقول لك 7 سنين احنا حضرنا تقريبا. لو كان في افريقيا في الوقت ده كمان كان الوضع كان هيبقى مختلف. البطوله العربيه دايما كانت فتره عظيمه جدا. الحمد لله ان احنا لحقنا شويه مع الجيل ده. كان لعيب جامد ولعيب ناشف يعني جوده. لا كان لا ما هو بص ما طول العمر الناشئ فاروق احنا بنقول له يكون عنده هدف وعنده طموح ان هو يلعب. فانت كمان كان معاك مجموعه تساعدك طبعا، تساعدك على التالق وتساعدك ان انت تلعب، ودي حاجه كانت كويسه في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه يمكن انا كنت بشوفها في الكابتن حسام حسن. يعني انا كنت بقعد معاه كتير جدا، والكابتن ابراهيم كان على فكره لما بيلاقوا فروه طالع كان بيغله وصغير. يعني انا بكلمك بامانه يمكن دي حاجه حصلت ان هو عاوز يلعب مش عاوز يقعد، دي حاجة كويسة. وكان كان بيقلق فبيتمرن زياده،
بيدوس زياده. الحاجه الثانيه يعني يمكن انا حصل هو ساعدني كابتن حسام بس عشان طبعا متفقين. لا ما هو ساعدك الوحيد اللي ساعده وكنت ما هو ساعدك بس مش هتلعب لازم يلعب ما هو يعني انا عاوز اقول لك حاجه يعني قعد فيليكس انا بحبه جدا الصراحه كانت الفتره دي اتنين فراوده لو تفتكر يا كابتن كان فيليكس الطريقه لا الطريقه نفسها كشري وعلى ماهر بنتكلم على طريقه اللعب كان اتنين فراوده عكس 5-3-2 عكس دلوقتي يعني انت كنت بتلعب ديفندر واحد اللي هو ادي خشبه وتلعب هشام حنفي ياسر ريان او كابتن اسامه عربي وهنا احنا بص واحنا بنتكلم كده تغيير طريقه اللعب فرقت كان في ليبرو اختيار اللاعبين دلوقتي كابتن في ليبرو لو كان في ليبرو بس في دلوقتي فرق في اوروبا رجعوا للخمسه تاني لو بشكل معين كده ممكن بتبقى على فترات في المباراه او مثلا ممكن وانا معيش الكوره بتبقى طريقه وانا معايا الكوره بتبقى طريقه انما الليبرو الصريح ده بيتهيألي انتهى يعني وزي ما حضرتك قلت يا كابتن فاروق ان كابتن حسام ساعدك بس الطريقه كان لازم اتنين يلعبوا وانت بصراحه كابتن فاروق يعني من اللعيبه اللي كانت بتريح اللي جنب يعني كابتن حسام الفروت دايما بيقولوا عليه طماع فلو في فروت طماع لعب جنب كابتن حسام كانت بتبقى مشكله كبيره يعني لا انا ما كنتش طماع لا بصراحه في حاجه انا مش عايز اقطعك بس عايز اقول لك على حاجه انت بتقول ثلاثه فاروق لا احنا كنا بنلعب بثلاثه فعلا لكن كان محمد يوسف له دور بالظبط ما هي وانا بس عشان بس الناس دي فكان له دور مهم جدا في اللعب بص في كان كواحد متقدم لفت متقدم خلي بالك كان بيلعب احنا كنا بنلعب ثلاثه وكنا مثلا بلعب انا وكمونه ويوسف فيوسف كان له دور ان هو بيهاجم كان كابتن اسامه عربي كان بيخش لجوه على اساس يفتح له ممكن العكس حضرتك كابتن من الناحيه الثانيه حاجه الثانيه كان كابتن ابراهيم حسن يعني في اوقات كتير جدا كابتن ابراهيم حسن كان بيتهاجم على طول يعني بيهاجم على طول فبالتالي ان انت كنت بتعمل عمليه ترحيل فانت كنت بتمسك انا في اوقات الطرق اختلفت وفي الاخر طبعًا. كمان اختيارات اللعيبه بشكل معين امكانياتهم بتختلف عن يعني بطريقه او اخرى يعني على حسب الطريقه حاجه ثانيه اخيره فاروق ان انت كنت بتلعب على المكسب ايوه بالظبط والاهلي بيلعب على المكسب طبعًا. دايما باستمرار هطلع لفاصل وهرجع بقى اتكلم على كل ما يحدث في الكره المصريه وطبعا منتخبنا الوطني اللي ان شاء الله اولى مبارياته امام انجولا يوم 1 والمعسكر الحالي بالنسبه للاعبين بدون صلاح بدون النني بدون طبعا اللاعبين في الدوري الانجليزي هطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم أبرم النادي الأهلي وصيف بطولة الدوري المصري وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين 4 صفقات قوية خلال اليومين الماضيين فأعلنت إدارة المارد الأحمر عن ضم 3 لاعبين يوم الخميس الماضي وهم كريم فؤاد وبيرسيتا ولويس ميكيسوني وبعدها أعلنت عن ضم اللاعب حسام حسن يوم الجمعة وجت صفقات النادي الأهلي الأربعة بناء على قرار من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني واللي وعد بتشكيل فريق قوي للغاية للموسم المقبل من أجل الفوز بكل البطولات الممكنة بعد ضياع لقب الدوري المصري لمصلحة الزمالك وخسارة اللقب لأول مرة منذ 6 سنوات وهيكون لصفقات النادي الأهلي الأربعة اللي مش هتكون الأخيرة في الميركاتو الصيف الجاري بعد الأحاديث عن ضم ثنائي بيراميدز المهدي سليمان وإبراهيم عادل ضحايا في القلعة الحمراء بقرار من بيتسو موسيماني وبيعتبر الكونغولي والتر بوليا أول الراحلين عن النادي الأهلي في الأيام القليلة المقبلة فهيتجه لمالاتياسبور التركي على سبيل الإعارة من أجل إفساح الطريق لقيد الثنائي الأجنبي الجديد لويس ميكيسوني وبيرسيتاو وبعد والتر بوليا بيأتي الدور على النيجيري جونيور أجايي اللي اتفقت مع إدارة النادي الأهلي على فسخ عقده بالتراضي قبل نهايته في نهاية الموسم المقبل وحصوله على الراتب المتبقي في هذه السنة وأيضاً رحيله جاء بسبب ضعف مستواه وقدوم الثنائي بيرسيتا ولويس ميكيسوني في القائمة الأجنبية للأحمر وضم أيضاً حسام حسن وهيغادر مروان محسن هجوم النادي الأهلي في الصيف الجاري بعد 5 سنوات بالقلعة الحمراء بعد قدوم حسام حسن كخيار هجوم تاني خلف محمد شريف هداف الدوري المصري برصيد 21 هدف وأيضاً ناصر ماهر مش هيستمر في النادي الأهلي بقرار من بيتسو موسيماني لعدم قناعته بمستواه وقدرة بيرسيتا ولويس ميكيسوني على لعب نفس دوره كصانع ألعاب أيضاً رغم أنهم بيفضلوا اللعب في الجناحين سواء الأيمن أو الأيسر
مفيش شك النادي الاهلي وصفقاته الجديده، اكيد جماهير الاهلي فرحانه بالشكل اللي ظهر بيه الصفقات، لان طبعا كان في تشويق وحاجات جميله جدا النادي الاهلي عاملها بالنسبه لصفقاته الجديده، ومش هتكون اخر صفقه بالنسبه لاخر صفقه اللي هي حسام حسن. اكيد النادي الاهلي بيستعد كمان في الفتره القادمه لاظهار صفقات اخرى بالنسبه له هذا الموسم. هروح للكباتن واسالهم ما دام احنا بنتكلم على النقطه دي ونقطه الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي، كابتن مدهب هبتدي بيك، والاختيارات نفسها والحاجه نفسها بالنسبه للنادي الاهلي في المراكز اللي تم اختيار اللاعبين دي، وبالتالي الاسماء بالنسبه ل يعني موسيماني وهو اللي طلب الاسماء دي وهو اللي كان موافق بالشكل ده ومردودها على الفريق في الفتره القادمه. خليني اقول لك هي صفقات قويه جدا يا فاروق، ويمكن النادي الاهلي كان محتاجها بشكل كبير الموسم ده بالذات، لان بعد رحيل رمضان صبحي ورحيل بعض اللاعبين، فانت في لعيبه ممكن ما قدرتش تحجز مكانها ومستواها يبقى ثابت او يبقى تدي المردود اللي النادي الاهلي كان يعمله في الفتره اللي فاتت، ان كان طار محمد طار او كهربا او حسين الشحات، فانت كنت فعلا محتاج الصفقات دي. عندك كريم فؤاد من اللعيبه كويسه جدا، ان انت كنت محتاج ان يكون حد بكرايت مع محمد هاني في الحته ديت، لان انت بتستفاد بواحد زي اكرم توفيق. خلاص هو بقى بس اكرم توفيق، لا اكرم توفيق انت محتاجه ديفندر الفتره الجايه، لعيب صغير ولعيب بيجري كتير ولعيب بيدافع بشكل كويس جدا، فانت محتاجه في الحته الديفندر. فانت النهارده يكون عندك اعمار سنيه بتنزل بيها في الفتره اللي جايه من سكون. الحاجه الثانيه ان انت عندك حسام حسن من الفاروق ده كويسين جدا ومحطه، واحنا ممكن قلنا كتير جدا ان انت لما محمد شريف بيغيب ما بتلاقيش حد يبقى بديل، سواء مروان محسن او صلاح محسن او ولتر بوليا لما جه، فانت محتاج فعلا. انا كنت اتمنى ان يكون في حد في الدفاع في السرد باكات فاروق في النادي الاهلي، ان انت على فكره انا بقول لك لسه انا بقول لك لازم يعني. لان انت عندك الفتره اللي جايه كان عندك مشكله، والنادي الاهلي في طول تاريخه ما كان يعني او ما دخلش فيه كميه الاهداف اللي دخلت الفتره اللي فاتت، فانت كنت محتاج فعلا في الحته اللي ورا ان انت يكون عندك سرد باك كويس جدا بيمسك، لان انت ايمن اشرف برضو بيأديها كويس جدا وعمل موسم هايل او فترات هايله كتير جدا، لكن انت كنت فعلا محتاج سرد باك مع بدر بنون في الحته دي، حد بيراقب حد بيمسك، لان انت محتاجها فعلا في الحته دي. فاكيد الصفقات هتدي مردود كويس جدا للنادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي طول عمره فاروق بيبص على قدام، ما بيبصش ان هو بيحتاج اللعيبه، لان انت داخل ببطولات بتديله سنين قدام. طبعا، لان انت بتديله لعيبه هتفيد النادي الاهلي بشكل كويس جدا، لعيبه كويسه، ان انت داخل كمان على بطوله الدوري، بطوله افريقيا، بطوله كاس العالم، فالنادي الاهلي عنده طموحاته او طموحاته ما بتخلصش عند دوري العام او كاس مصر او فانت محتاج ان انت كمان او سقف الطموحات عالي، ان انت بتنافس على بطوله كاس العالم، ودي مش غلط على فكره. هو في مشروع، وده انا بقوله لك معلومه عندي، ما بين كابتن خطيب وموسيماني في ان انت بتدعم بشكل قوي طبعا عشان كاس العالم الانديه تقدر تتعامل بشكل افضل. خلي بالك انت بتوصل لنقطه معينه لازم تعلى، ما طبعا المركز الثالث كابتن جوده كابتن لازم الفتره اللي جايه تعلى، وانت وصلت لكاس العالم الانديه فبالتالي انت عايز تبقى تاني اول، ايه المشكله؟ وده اعتقد ده المشروع اللي بقولك ده مشروع وده هدف، والاهلي بيتمنى او بيسعى ليه ان انت عندك صفقات تحقق لك الهدف ده او تحقق المرجو منه. طيب كابتن جوده برضو رايك في الصفقات دي، وفي نفس الوقت انت هتستغنى عن بعض اللاعبين، يعني احنا اتكلمنا مثلا عن مروان ممكن ما يبقاش موجود نتيجه طبعا الفتره اللي فاتت، وواليا مش هيبقى موجود، اجي مش موجود، في بعض اللاعبين اللي ممكن ما نبقاش بنشوفهم في النادي الاهلي مره تانية. هل عندك حد ممكن يكون بالنسبه للراحلين رايك ان هم ما يقدرش او ما يكملش مع النادي الاهلي؟ لا، هو في البدايه طبعا يا كابتن فاروق انا كاهلاوي بجد بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي شكر كبير جدا، موفر كل حاجه، والرياحيه في شراء اللعيبه دي جايه من حاجات كتير جدا يا كابتن فاروق. انت حضرتك كسبان 2 دوري ابطال افريقيا، صحيح 2 دوري ابطال افريقيا، اللي بيحصل على دوري ابطال افريقيا بيحصل على 2.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار، لان حصلت عليها مرتين، ادي خمسة. وتقريبا برضو من ستوك سيتي رمضان تقريبا خدنا 3.5 مليون. ففي قصدي في فلوس حلو، في عائد كويس جدا. عائد كويس جدا. النادي الاهلي حاصل على حوالي 10 مليون دولار او 11 مليون دولار من كاس عالم انديه، انت خدت فلوس وكاس عالم انديه والسوبر الافريقي. فاعتقد في اريحيه كبيره جدا لما يبقى دخلك مثلا حوالي 12 مليون 11 مليون وتعمل صفقات ب 3 مليون دولار، ده دي ولا حاجه. فالموضوع ده عامل اريحيه شديده جدا في التفاوض مع اي لاعب، تمام، مع اي لاعب. فدي نقطه بنحيي عليها مجلس اداره النادي الاهلي.
بتفق تماما طبعا مع كابتن محمود ابو الدهب ان احنا دعمنا في الناحيه الهجوميه كويس جدا جدا باسماء كبيره ولاعيبه كبيره سواء المكسوني او تاو او حسام حسن. ولكن عايز اقول لحضرتك يا فاروق النادي الاهلي دخل اهداف في السنه دي تقريبا 29 هدف ما حصلتش على مدار التاريخ من اول ما اتعمل الدوري العام. يعني عند الحته دي كابتن كنت كابتن موجود طبعا اتفضل. هل هي فكره ان قصور عند النادي الاهلي في دفاع النادي الاهلي ولا الفرق الثانيه ما بقتش تخاف تشتغل بشكل هجومي؟ والله هي مجموعه عوامل يا كابتن فاروق بس انا اعتقد من وجهه نظري برده عامل المدرب مهم جدا جدا لان العناصر الموجوده اكيد مش هنختلف عليها، اكيد مش هنختلف على بدر بنون، اكيد مش هنختلف على ايمن اشرف، اكيد مش هنختلف على ياسر ابراهيم، ولكن يعني دور المدرب او دور حتى الجهاز الفني كله معالجه الاخطاء الدائمه. يعني بقول لحضرتك اكتر عدد اهداف دخل في النادي الاهلي تقريبا كان موسم 2010 2011 كان 27 هدف. الموسم ده 29 هدف يعني حاجه ما حصلتش من اول ما الدوري بدا. صحيح. في ظل كل البطولات دي وظل يعني عايز اقول لحضرتك الانجازات اللي حصلت لان الجهاز الفني ومجلس الاداره نجح تقريبا دخل 6 بطولات خد 5 فنجح بنسبه تقريبا 85% فده نجاح كبير. ولكن يجي الكسور في النواحي الدفاعيه وان يدخل اكبر عدد اهداف في النادي الاهلي في موسم زي ده. صحيح. فدي دي علامه استفهام ولازم تصلحها من كل حاجه سواء جهاز فني سواء من اللعيبه سواء زي ما بقول لحضرتك. ولكن خلينا نقول يعني ان برضو ليا برضو نقطه ان لازم بديل كفء لعلي معلول. علي معلول من اللعيبه المؤثره جدا 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 في الدوري وتقريبا من قعد 4 شهور مصاب بعد مباراه بايرن ميونخ. صحيح. عمل تاثير كبير جدا فاعتقد ان القايمه لما تبقى 25 او 30 ولعيب المفروض ان قايمه النادي الاهلي كلها لعيبه كويسه. اما لعيب يغيب لازم البديل يعوض. دي برضو احد يعني اللي انا بقول لحضرتك عليه ده حتى احد كمان قفشه يا كابتن جود قفشه يمكن عوضنا شويه يعني ممكن اللعيبه الافارقه دي برضو ممكن تعوض شويه لان الموسم ده عشان برضو لسه بس كلام كابتن محمود قفشه طبعا بيأثر لكن هل الاثنين اللي جم اللي بالك الاثنين سواء بيرستو طبعا لعيب كويس قوي 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 لكن جوه الملعب لما يبتدي هنا تبان بقى فكره هل اللعيب ده يقدر يعوض قفشه ولا لا. هي في نقطه خلي بالك احنا عارفين خلي بالك كلاعب كوره وضع الافارقه لما بيجي وحتى لو هو لعيب كبير جدا انت ممكن تريح بطريقه اللعب بالاثنين اللي جم دول انت ممكن تلعب 4-4-2 يبقى يعني اكيد هتلعب 4-2 لان الاثنين مهاريين وممكن يعملوا لا انا عايز كابتن جوده يكمل في الحته دي يا كابتن لا وعايز اقول لحضرتك حاجه كابتن برضو محمود بيتكلم في نقطه مهمه جدا ان يعني هنقول قفشه تقريبا ما اتصابش ولكن اجهد بصوره كبيره جدا. صح. عايز اقول لحضرتك كابتن فاروق ان من اغسطس 2020 لاغسطس اللي احنا فيه 2021 عارف حضرتك لعيبه النادي الاهلي لعبت كام مباراه؟ تقريبا 90 مباراه كابتن حاجه ما حصلتش في العالم كله. يعني انا وانا قاعد كده وانا بقول اسباب يعني خساره النادي الاهلي للدوري لازم انا ابقى عارف الكلام ده لان مستر موسيماني طلع قال تصريحات غريبه جدا بصراحه انا خلاص مش عاجبك التصريحات لا بيقول انا فهمت الدوري المصري اوعدكم ان انا يعني ايه فهمت الدوري لا مفيش حاجه اسمها كده يا كابتن فاروق. الدوري المصري زي اي دوري في العالم هتحصد اكبر عدد من النقاط هتفوز بالدوري. يعني ايه فهم الدوري انت عندك والمشكله دي ممكن تتكرر تاني يا كابتن فاروق ان انت يعني عايز اقول لحضرتك من اغسطس اللي فات كان فاضل كان باقي 18 مباراه من الموسم اللي فات لو حضرتك تفتكر بعد كورونا. صحيح. زائد مثلا 34 مباراه للدوري ده زائد 13 مباراه في افريقيا زائد كاس العالم زائد عندك ست لعيبه في المنتخب الاول وفي برضه كملوا في المنتخب الاولمبي يعني حوالي 90 مباراه فدي ما حصلتش في تاريخ الكوره تماما ان في سنه يتلعب حوالي 90 مباراه. فده كان دور برضو المدير الفني ان يعمل عمليه الروتيشن وان يعمل لان لو ما عملش كده الموسم ده لان ممكن الموسم ده تتكرر نفس العدد البطولات. حي طيب انت عايز تضيف حاجه؟ لا 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 طيب انتوا دلوقتي احنا بنتكلم على شكل الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي زي ما بقول لك لسه القوس مفتوحه كابتن موجوده. تشكيل النادي الاهلي السنه الجايه ممكن يبقى عامل ازاي؟ هل ممكن مثلا ما نشوفش لعيبه كانت لعيبه اساسيه ممكن يبقوا بره خالص مثلا بعد وجود ميكيسوني وموجود بيرستا ممكن ما نلاقيش مثلا كهربا ما نلاقيش حد من اللعيبه دي ممكن ما نلاقيش مثلا على جانب اخر محمد هاني بعد وجود كريم فؤاد هيبقى اكرم توفيق ومثلا وكريم فؤاد عايزكم تحطوا لي تشكيله والاحتياطي بتاعها بالنسبه ليه
فريق نادي الاهلي السنه دي. صعبه فروق. انا خلي بالك انا بتكلم على اساس والاحتياط. لا الصفقات دي هتعمل الصفقات دي هتدي منافسه قويه بين اللعيبه. يعني هتثبت اللعيبه الاقدر هيلعب والاحسن هيلعب. أكيد ده اللي احنا اتعلمناه في نادي الاهلي. على فكره محمد هاني ممكن كريم فؤاد اكيد الاثنين هيدوسوا والاحسن هيلعب. لكن الاثنين الاجانب بس اللعيب اللي احنا متعودين كابتن اللعيب اللي بيجي لا بيلعب فرصه ان هو يلعب وياخد الفرصه زي ما شفنا بواليا كده في ماتش اول ما جه لازم يلعب. لا ما هو مش لازم زي. انت في الجونه كان متالق لكن هو الراجل لما جه لعب اتخض. كريم فؤاد متالق مع انبي مثلا. ما انت النهارده لكن خلي بالك ما دي تبقى في مصلحه النادي الاهلي. يعني مصلحه الفريق النهارده اكيد, أكيد. ما فيش لان انت كده. كمان لان زي ما قلت دلوقتي ان انت النادي الاهلي عانى حتى لما حد بيغيب لان كان في سوء مستوى كمان. يعني ضيف على كده ان انت كنت في ضغط مباريات لكن في نفس الوقت طب حط لي تشكيل برضه. لا ما انا بقول لك طريقه اللعب لا هيلعب ب 4-4-2. انت من وجهه نظرك طبعا هيشتغل بالنقطه. ما انت النهارده حسام يعني انت النهارده هتقعد محمد شريف متالق وهداف الدوري وعامل شغل كويس جدا وحسام حسن انت جايبه كفيله كراس حربه كويس انت اهو في نفس الموضوع. انا لو هو ده افضل هو اللي يلعب ده افضل. لا ما انت خلاص انت الحته اللي قدام دي لا انت مش محتاج حد لا انت هتكسر الدنيا. لكن انت في محتاج بقى في الحته اللي ورا يكون في تركيز. يعني انت النهارده في كسور في كسور في عدم تركيز في عدم ان انت مبتريش. هل بدر بانون لان خلي بالك انا كلاعب يا فاروق احنا لعيبه بدر بانون اقنع يعني بدر بانون اقنعني في البدايه كويس لكن هي كان عنده مشاكل شويه ان هو ما بيقابلش ما بيقطعش لكن هو كان ايمن اشرف بيمسك وده اللي انا كنت يعني من يعني بدر بانون ولا رامي ربيعه افضل او ياسر ابراهيم فين في الحته دي؟ لا بدر بانون مع ايمن اشرف الاثنين كانوا عاملينها كويس قوي وكانوا متالقين لان خلي بالك كان النهارده كان بدر بانون كان عامل كفر اللي تحت ان هو ما بيمسكش لكن بيمسك ايمن اشرف وكان بيعملها كويس حتى في الماتشات الافريقيه وفي الدوري وكان على فكره منسجمين بشكل كبير جدا. فبالتالي انت عندك الحته اللي ورا دي يا فاروق النهارده يمكن لازم يكون عندنا تركيز ولازم يكون اللعيبه عنيها ان انت دايما النادي الاهلي في حته بيبقى حاطط الفرق تحت ضغط فبالتالي انت اكيد هيبقى في هجمات مرتده عليك. يعني انت النهارده لو انت بتقول نقطه مهمه جدا دي انت النهارده بتقول ان انا ان اللعيبه الفرقه اتجرأت لا ما اتجرأتش انت دايما محطوط في ضغط. انا عارف بقول ليه كده لان حتى الزمالك برضه دخل فيه عدد لا بس كتير. خلي بالك لعيبه الزمالك يعني دفاع الزمالك عامل شغل كويس ليه؟ يعني في ناس ليه ورا المدافعين دفاع النادي الزمالك كويس حارس مرمى في افريقيا كلها. مين الشناوي انت انت متخيل لو مش موجود الشناوي؟ وبعدين النقطه اللي بتكلم عليها كابتن الذهب دي مهمه جدا التمركز الدفاعي وانا معايا الكوره مش حضرتك تقصد كده لا وفي حاجه كمان عشان الهجمات المرتده في كمان حاجه جودة ان انت بيبقى في جاب كبير جدا في بعض الماتشات بين نص الملعب والديفنس والفراوده. نادي الزمالك لو انت بتفتكر انت بتقول دفاع نادي الزمالك كويس ليه؟ عشان عندهم ديفندر ايوه بس دخل في بيقطع 21 هدف انا بكلمك في عدد من اهداف 8 هدف انت الطبيعي ان هيخش جوان لكن مش بالعدد ده في اخطاء واخطاء بتبقى متكرره يا فاروق في اخطاء في الكره الارضيه كبطل ما يخشش عدد الاهداف انت بتقول بتقول اتعالجها ازاي؟ عشان تعالجها لازم في تخصص تدريبات تخصصيه يعني للمدربين النهارده في على فكره يمكن انا بتفرج وانا قاعد ان انت بتتفرج في حاجه في اخطاء بتحصل حتى كمان في القرانن او في الاوفرات او في الاوفر ان النهارده في ناس بتبقى واقفه غلط يعني بتبقى بص على الكوره بس ما بتبصش على الكوره والخصم بالتالي ده الطبيعي لكن انت النهارده كل السردباكات مصر حتى في منتخب مصر يا فاروق بتتفرج على الكوره بتتفرج على الكوره حتى لو شايفه ظهرها احنا كنا زمان كمان كنا بنقول خلي بالك من ظهرك يعني انت بص يعني اللعيب بيبقى باصص بطرف عينه كده لازم ظهري الجون يعني لازم ظهري الجون لكن في لعيبه كتير بتقف لكن انت اللي هو ده ان انت محتاجه الفتره الجايه لكن انا بقول لك موسيماني الفتره الجايه لا هيلعب ب 4-4-2 لان انت اللعيبه اللي انت جايبها اكيد هتلعب واكيد هتبقى ليها دور كبير جدا وده هتخلق منافسه يعني النهارده في النادي الاهلي هتخلق منافسه كبيره. انا مش شايف ان موسيماني عنده وقت اصلا يحافظ لا يا رب لان انت داخل على كاس مصر ثم البطوله بتاعه الدوري الجديد مختلف تماما طبعا مع طيب الطريقه بس بختلف بس مع كابتن ده في نقطه مهمه جدا 4-2-3-1 لازم 4-2-3-1 برضه من اسباب خساره الدوري يا كابتن فاروق ان مستر موسيماني غير طريقه اللعب في اوقات مهمه جدا ومباريات حاسمه يعني لعب 4-3-3 لو تفتكر يا كابتن صحيح طبعا. لعب دي ما نجحتش خالص يا كابتن ما نجحتش خالص ما انا بقول لحضرتك دي من اسباب خساره الدوري انسب طريقه للنادي الاهلي وفي وجود كمان حمدي فتحي وعمرو السولية او ديانج 4-2-3-1 لان انت مش هتقدر تستغنى عن لعيب زي قفشه في لو لعبت 4-4-2 هتلاعب قفشه فين يا كابتن
فاعتقد انسب طريقه لازم يكمل بيها 4-2-3-1. يا فاروق خلي بالك يا جوده، ما انت طبعا اختلاف يا كابتن يا حبيبي. لا انا بكلمك بالظبط، لا انا برافو عليك، لا ده كلام محترم. لكن انت النادي الاهلي كبير، انت مش محتاج ان انت تلعب بتنادي ديفندر، انا محتاج ان انا اكسب، محتاج ان انا احط، خلي بالك محتاج ان انا احط الفرقه ده يا كابتن فاروق مختلفه في الحاله الهجوميه. بس 4-4-2 دي ما هي 2 ديفندر. انت هو انت قفشه ما يعملها لكش النهارده لو انت قلت حمدي فتحي قفشه هو اللي يا حبيبي ما انت ممكن واحد من يا جودة انت ممكن تقول في نص ملعب معلش انت النهارده عادي خشبه كان بيلعب ايه؟ اه ديفندر. طب مين اللي كان بيلعب قدامه؟ يا وليد صلاح الدين رضا ابو عادل تمام يا كابتن، يعني بلاي ميكر كان بيقضيها كويس قدامه وبيعملها بيبقى قدامه، ما ده اللي بس عليه. احنا كنا بنقول لهادي خشبه انت في الحته دي ما تتحركش، انت النهارده عندك لعيبه ممكن تعملها لك، عندك حمدي فتحي يعملها لك، اكرم توفيق يعملها لك، والسليه يعملها لك. هو كابتن يعني برضه كابتن وعندك انت بتدافع بكام يا فاروق؟ انت بتدافع باربعه ورا، انت عندك اربعه ورا يعني عندك اثنين ديفندر وعندك ديفندر وعندك اثنين سنتر باكات وطرف من الطرفين. خلي بالك يا كابتن اثنين فراوده دي برضه الاثنين فراوده بيبقى ظهرهم للجون دايما يا كابتن، ودلوقتي الاعتماد على الاهداف يا كابتن، الاعتماد على الاهداف من اللي جايين من اللي جايين من الخلف. لو وقفت اثنين فراوده يا كابتن هتبقى سهله جدا وهتقفل هتقفل مساحات كبيره جدا. انت بتتكلم على فرق الدوري لما بتلعب فرق الدوري، فرق الدوري جامد انت بتتكلم على الصفقات اللي جت، انت بتتكلم على الصفقات ولا انت امنيتك ان النادي الاهلي يلعب؟ لا هو طبعا كابتن ابو داب بيتكلم ان شريف لازم يلعب وحسام تقريبا صح. ما انت النهارده يا فاروق بص طول عمر النادي الاهلي كان بيلعب حسام حسن وفيليكس وبعد كده عماد متعب وفاروق طبعا وفتره لسه كنا بنتكلم احمد بلال وبعد كده جه لعيب هي هو ده اللي انا بشوفه ان انت تحط الفرق دي دايما تحت ضغط، انت عندك لعيبه كويسه، عندك حسام حسن ده محطه كويسه، شريف بيجي ممكن يعملها من ناحيه ما هو بيلعب طرف، وقبل كده لما كان بيلعب في ام بي تعتمد انت طرف. كمان من في كلامك كابتن ان انت الفرق الاخرى بتنزل بتعمل زون يعني اكثر من الفرق يعني ما انت الفرق اللي جايه يعني مش عايز اقول مع احترامي ليها طبعا هي الفرقه جايه عارفه ان هي بتلعب النادي الاهلي وهم مغلوبه. طيب رايك كابتن جوده وهل ممكن يبقى في تشكيل مختلف في بدايات النادي الاهلي الموسم اللي جاي من حيث اللعيبه اللي جت، ويبقى في بعض اللاعبين انا بقول من وجهه نظري ممكن ما نلاقيهمش خالص في الفتره اللي جايه؟ اه ده سكواد كبير والنادي الاهلي بقى طبعا. من خلال التدعيمات دي حاجه هتريحه كتير زي ما قال كابتن جوده زي ما انت قلت، لكن في بعض اللاعبين ممكن يبقوا بره المنظومه نفسها او الشكل خالص، ممكن نشوفهم كل فتره يعني. بس يا كابتن برضو يعني انا برضو كراجل اهلاوي بتمنى التوفيق للعيبه اللي جايه دي أكيد. لان ده عنصر مهم جدا صحيح. مش كل لعيب كويس هيجي يا كابتن ممكن يتالق مع النادي ده. احنا بنتكلم على حسام حسن لعيب كبير، انا ما اقدرش اتكلم، بتمنى له التوفيق من كل قلبي، ممكن ما يقدرش يشيل فانيله النادي الاهلي. وعندك الامثله يعني لو حضرتك عايزني اذكر لك امثله كتير جدا اتخانقوا عليها الاهلي او الزمالك او اي مش اهلي وزمالك بس في العالم كله يا كابتن. صح حته التوفيق دي مهمه جدا. نفس الكلام اللعيبه الافارقه ممكن ياخد وقت كبير جدا عشان يتاقلم. فانت دلوقتي يعني حضرتك بتقول لي ممكن الدوري يبدا كمان اسبوعين، دي برضو مشكله كبيره جدا لان انت لسه عايز تعمل فتره اعداد، عايز تعمل فتره انسجام. لو الدوري بدا بالصوره دي اعتقد مفيش لعيب من الجداد دول يقدر يدخل على طول كده كابتن ابو الدهب، فلازم ياخد وقت. ف يعني الميزه ان انت يبقى عندك زي ما قلت سكواد كبير، ان كل واحد هيقاتل على مكانه، وده بتكون حاجه ميزه كويسه جدا لصالح المدرب ان بيبقى عنده اكتر من لاعب في مركز واحد. وخصوصا زي ما بقول لحضرتك ممكن يتكرر الموسم اللي فات الموسم ده ممكن النادي الاهلي يلعب بقول لحضرتك 90 مباراه. احنا داخلين كمان على تصفيات برضو تصفيات كاس عالم برضو في عدد كبير جدا بطوله امم افريقيه وبطوله امم افريقيه وفي البطوله العربيه يعني في حاجات العربيه دلوقتي ب 6 مليون دولار ده بالظبط يعني في لا ده كمان في حاجات بتزيد. فاعتقد ان المجموعه الكبيره جدا دي مفيش حد زي ما حضرتك بتقول هيختفي. لازم المدرب يعمل يشتغل من النهارده، يشتغل من النهارده على الكلام ده، يشوف ايه اسباب خساره الدوري. انت نجحت بنسبه 95%. انا مش عايز اقول لحضرتك انا واحد من الناس، انا اللي يزعل مني يزعل، انا كنت مستني صفقه مدرب. يعني انا كنت مستني بعد عايز يتغير انا بقول لحضرتك كده يعني انا بقول لحضرتك رايي ورايي ده رايي يعني انا فنياً. هقوله فنيا كاهلاوي برضه يعني. وكاهلاوي على فكره مش كل الاهلاويين بيبقوا متفقين على مثلا مدير فني ده النهارده كل الدعم ليه ما عنديش مشكله كل الدعم ليه ولكن انا اقعد هنا اقول رايي. انا بقول لحضرتك انا واحد كنت منتظر صفقه مدرب صفقة مدرب مع الصفقات المحترمة الكبيرة دي لأن برضو أنا يعني أكيد كابتن محمود عجبك موسيماني في تبريره لخسارة الدوري يا كابتن؟ لا طبعا خالص، ده واحد بيقول أنا آسف وبعتذر وأنا فهمت الدوري المصري. يعني إيه فهمت الدوري المصري؟
انا يعني انا دي كلمه مش يعني اي دوري في العالم يا كابتن فاروق زي ما قلت لحضرتك الحصول او حظ اكبر عدد من النقاط اسباب خساره الدوري. لا انا الدوري. انا 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 قلت لحضرتك يعني الاجهاد الشديد جدا اتكلمنا في اتكلمنا في سوء الحاله الدفاعيه اللي على مدار التاريخ. شوف حضرتك قبلينا لعبوا قد ايه واحنا لعبنا يجي جيل عظيم زي ده يدخل فيه 29 جول يا كابتن فاروق ما حصلتش من الدوري بدا سنه 48 ما حصلتش. انا كمدرب لازم اعالج الاخطاء دي في اخطاء متكرره كتيره جدا 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 زي ما بقول لحضرتك برضو البديل برضو ما كانش قد يعني ما كانش على مستوى اللعيب الاساسي ودي حاجه برضو بترجع للمدرب لان لازم اخلق دوافع ولازم اعمل مباريات وديه لازم كله يبقى جاهز وخصوصا انا واحد بشارك في 6 بطولات ست بطولات ده عدد كبير جدا جدا بخلاف المنتخب يعني بخلاف المنتخبات ان انا اغلب لعيبتي من المنتخبات. النادي الاهلي من اسباب برضو خساره الدوري احنا طول عمرنا كابتن فاروق نقول الاهلي ما بيخسرش النقاط في المباريات الحاسمه والاخيره لو تفتكر حتى لما بيكون الفرق كبير جدا مع نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي الاهلي النادي الزمالك عمل السنه دي زي ما بقول لحضرتك اسباب خساره الاهلي هي اسباب فوز الزمالك اسباب خساره الاهلي ان عدم حسم نقاط المباريات الحاسمه الزمالك عملها الزمالك عمل 8 فوز الاهلي اتعادل مع الاسماعيلي اتعادل مع بيراميدز خسر مباريات كتير جدا هزود حاجه برده من عندي حاجه زي ما بنقول مع وجود الفار المفروض ما تبقاش فيه الاخطاء التحكيميه الكبيره دي الاخطاء التحكيميه الكبيره دي كلها كانت المفروض الاخطاء دي انا استفيد منها كاهلي كابتن محمود يستفيد منها الزمالك يستفيد كلها تقريبا كانت ضد الاهلي فدي برضو انا ايه رايكم في فكره استخدام حكام اجانب الموسم الجاي يبقى ده موجود كان الاتحاد الكره رافض انا اعتقد وحسب امكانيات النادي لو انا كنادي عايز ده كان يعني انت معايا كابتن المفروض تبقى مسموحه يعني المفروض تبقى مسموحه لا كل واحد حر مسموح بالظبط المفروض الزمالك والاهلي المصري اي حد لان خلي بالك اثبتت ان في اخطاء بتبقى كبيره جدا من التحكيم وعليها علامات استفهام يا فاروق وده النادي كل واحد عاوز حقه لان انا خلي بالك الفار كمان بتروح على المزاج ده كابتن يعني في ماتشات كتير جدا مرة قعدنا 6 دقايق يا كابتن يعني النهارده خلي بالك انت النهارده حتى الجون اللي انت بتحسبه انت مستني الفار لما يديك يقول لك جون خلاص انت كحكم انت القاضي انت اللي شايف استنى لما الحكم ممكن الفار يرجعك لكن انت بتستنى لما الفار بياكد لك عليه فدي مشكله كبيره جدا حصلت في ماتشات. طيب خليني اخدكم بقى لموقف خاص بما حدث في مباراه الزمالك وبنك الاهلي وتسليم درع الدوري والقرار الخاص بشيكابالا النهارده من اتحاد الكوره. رايك في القرار يا كابتن رايك في الواقعه نفسها؟ لا خليني اقول لك في البدايه فاروق يمكن شيكابالا دايما احنا بنشيد بيه دايما كلاعب كوره هايل ولاعيب كبير جدا وكان ليه دور كبير جدا في اصول نادي الزمالك كقائد للفريق وكابتن للفريق لكن اللي اتعمل ده ما يصحش النهارده ما يحصلش ده رئيس الاتحاد لو ما كانش النهارده خد لو احمد مجاد ما كانش خد قرار كان او زمام الامور كان فلت يعني كان اي حد اي لعيب ممكن يعمل اي مشكله كبيره جدا على فكره عايز اقول لك على حاجه يمكن احمد مجاد كان رحيم جدا بشيكابالا شايف القرار ده طبعا رحيم بشيكابالا طبعا رحيم جدا بشيكابالا فدي مشكله كبيره لان الراجل النهارده عشان تخرج النهارده عشان تتكلم مع رئيس اتحاد الكوره هو راجل ملوش تدريب انت راجل جاي تسلم الدرع سلم الدرع وبعد كده اعمل اللي انت عايزه لكن انت في مجلس اداره او في لجنه مؤقته بقياده الكابتن حسين لبيب ده كان هو اللي يبقى موجود هو اللي كان يتكلم انت كقائد الفرقه او كابتن الفرقه ما يديكش الحق ان انت تكلم رئيس الاتحاد بالمنظر ده او بالاسلوب ده هو اصلا كابتن برضو كابتن احمد مجاد بيتكلم ليه شيكابالا يعني برضو انا برضو لا حسابه مشي على فكره خلينا بس عشان اتفق يعني انا مش بدافع انا مش بدافع انا ولا يعني انا احنا بنتكلم بنحلل الفيديو خلي بالك خلينا برضو خلينا بس اتكلم خلي بالك خلينا برضو يعني نكمل لان انا اقول لك على حاجه خلي بالك انا كمان ده يوم النادي الزمالك صحيح هو ده يوم فرحتهم ومن حقهم يفرحوا بالشكل اللي هم عايزينه لكن ما يصحش اللي شيكابالا عمله رئيس الاتحاد لان انت في شركه رائعه في امن والتنظيم كان سيء الملعب يعني كان يعني مش عايز اقول هيصه او حزب لكن بامانه انا ما شفتش كده المفروض بيبقى فيها موجوده في تتويج يبقى انت متفق هيحصل ايه 1 2 3 وانت عارف ان انت هتسلم الدرع في اليوم ده في شركه رائعه في امن في مجلس اداره لجنه المؤقته اللي في نادي الزمالك بقياده ناس محترمه لكن كان كل ده كنت لازم تنسق معه فبالتالي هو ده كان غلط كبير جدا يعني. طيب كابتن مودة رايك في الواقع بره يعني برضه يا كابتن والعقوبه يعني بص زي ما انا قلت لحضرتك كابتن برضه يعني هو مش عيب ان الواحد يخطا انما العيب ان انا اكرر الخطا
ودي مش اول مره من شيكابالا بصراحه. يعني يمكن انا عايز اقول لحضرتك، هي العقوبه دي على المباراه دي ولا المباراه اللي قبليها؟ لان انت حضرتك شفت الفيديو بتاع المباراه اللي قبليها ولا ما شفتوش؟ اللي هو في اللي هو المباراه اللي قبليها الزمالك توج رسميا. سيراميكا قصدك؟ ماتش البنك الاهلي؟ لا البنك الانتاج الحربي. كان الانتاج الحربي اللي قبليها توج رسميا. انا مش بتكلم على تسليم الدرع، بتكلم على هو فاروق وجود قصده يقول لك ان انت احتفل بالطريقه اللي انت عايزك لك بدون تجريح في المنافس او تتكلم على انت تتكلم على نقطه الفيديو الخاص بالتجريح الفيديو. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا عملت غلطه، واتحاد الكوره يعني عمل ان هو مش واخد باله وعمل ان هو مش سامع وعدت. فسبحان الله فجت في رئيس، مع ان المفروض رئيس الاتحاد ده كابتن طبعا، لا ينزل كمان اخر واحد. صح يا كابتن فاروق؟ يعني خلاص ينزل على تسليم الدرع، ينزل على انا يعني برضو مكان وجوده برضو حاجه غريبه جدا. وانا برضو يا كابتن فاروق انا كراجل مسؤول اول عن الـ عن الـ انا اصلا ما اعرفش مين اللجنه السلوكيه، انا ما اعرفش غير المهندس احمد مجاهد. انا بجد والله يعني برضو حته الوان مان شو دي هو مين اللي معاه بعد كده؟ هو مين اللي يعني واحنا برضو هو قاعدين ومتابعين كويس جدا للرياضه مش عارفين مين اللي معاه. فحته الوان مان شو دي برضو صعبه جدا. احنا بنشوف يعني كابتن محمود الخطيب ما بنشوفوش بيتصور مع لعيبه يا كابتن. كل واحد ليه دور. انت رئيس الاتحاد مفروض بتنزل اخر واحد ان انت بتسلم الدرع. دي حاجه كابتن يعني معروفه في العالم كله. مكان هو كان نازل بيستعد يا كابتن جوده يعني هيستعد لايه يا كابتن؟ يعني ده هيستعد لايه؟ ما مفيش تنظيم يا فاروق. يعني بص جوده قصده ان انت تجهز كل حاجه، انا كرئيس اتحاد انزل على تسليم الدرع. وبعدين بص يا فاروق لا خلي بالك، هو شيكابالا برضه عشان نبقى منصفين لازم تتعمل. لا لا في حاجه ما انا بقول لك في انت عشان منصفين انت سلم الدرع وكل اللعيبه باسرهم باولادهم بزوجاتهم يعملوا اللي هم عايزينه بعد التسليم. هو بعد التسليم هو ده نقطه الخلاف. هو خلي بالك بس هو زعل شيكابالا ايه؟ ان اللعيبه كانت بتنادي عليه من بره، كان عبد الله جمعه مش شايفين بقى في اداريين كابتن شيكابالا. هو ده شغل الاداريين بلغ الناس. صح مظبوط يا كابتن. مدير كوره او ايا كان المسؤول في الوقت ده اداري، مش كمان هو اللي يروح بنفسه. لكن في النهايه فاروق يصطدم كمان كابتن احمد مجاهد، وكابتن احمد مجاهد المفروض اصلا ما يتكلمش مع شيكابالا في الحته دي. هرجع لك النقطه دي كابتن دولا، خلينا نطلع الفاصل وهرجع نكمل النقطه دي. كابتن ابو الدهب قال لي يعني اتحاد الكره رحيم بشيكابالا، هاخد رايك في رايك في العقوبه يعني. طلع فاصل مع حضراتكم وراجعين طبعا مع كابتن مصر في الاستوديو. كمل مع حضراتكم كابتن جوده. كنت بسالك قبل الفاصل رايك في العقوبه الخاصه باتحاد الكوره على شيكابالا. ما انا سالت حضرتك العقوبه دي يعني علشان خاطر تجاوز في حق رئيس الاتحاد ولا عشان الماتش اللي قبليه ولا عشان لا 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 خاص بالواقعه دي تمام. وتكرار اثاره الجماهير يعني ده من جزء من الحيثيات. تكرار دي يعني كذا مره حصل. مفيش حد فينا يعني عشان مفيش حد فينا ما اخطاش، بس ان انا اكرر الخطا يعني مع كل يعني الزمالك نادي كبير ونادي عريق والمفروض يعني بياخد بطولات، فلازم طريقه الاحتفال مش معقوله يا كابتن فاروق. في الناشئين احتفال برضو يجيبوا سيره المنافس، مش معقول برضو ان يجي انت واحد اخد بطوله برضو كان برضو خطا برضو كبير جدا لما كنا في الامارات تقريبا كان السوبر. تكرار الخطا من شيكابالا دي حاجه يعني تقريبا مذكوره في الـ في الـ في, الـ في لا هي مش تكرار العقوبه، تقرار اثاره الجماهير والاحداث نفسها يعني احداث. ما انا بتكلم في كده يعني. فانا بقول لحضرتك يعني المفروض يعني المفروض يعني انا مثلا كنت بخطا وانا عندي 20 سنه، هكبر شويه برضو لازم اتعلم من اخطائي. مش معقول هفضل لغايه اخر وانا ببطل بكرر نفس الخطا ونفس الخطا. انت شيكابالا لو جبنا الحاجات اللي عملها شيكابالا هنلاقيها مع ممكن مع مدرب نادي الزمالك لو حضرتك تفتكر، مع رئيس اتحاد، مع جمهور الاهلي. انا انت اللي عايز تقول بقى يعني انا قصدي ممكن مع يعني قصدي مع اطراف مختلفه. مش معقول الاطراف دي كلها هي اللي غلط وانت اللي صح. مش معقول الاطراف دي كلها هي اللي غلط وانت اللي صح. انت جمهور نادي الزمالك بيحبك وبيساندك، وحتى جمهور النادي الاهلي لما بيبقى فيه غلط او فيه اي حاجه عليك ما فيش حد بيوافق على الغلط ابدا. ولكن مش 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 كل مناسبه او كل حاجه لازم انت اللي يعني انا ممكن اطلع البطل بادب باحترام باهداف، ممكن اطلع البطل مش لازم اطلع البطل بشتيمه او بمشاغبه او ما انا ممكن اطلع البطل ان انا جايب هاتريك مثلا في ممكن اطلع صح. خلي بالك يا جوده وانت كمان كان احنا كان بيتقال لنا دايما حد لو الجماهير بتغلط فيك رد في الملعب
ممكن تجيب جون او تكسب بطوله. كلام مظبوط. لكن انت خلي بالك في مشكله عندك. مش كمان كسب خلي بالك برضه عشان ما نتجملش كمان كسب بطوله. اه طبعا بطولة يعني مهمة. انا مش عايزين تالت بطوله الدوري بالنسبه له يعني. خلي بالك برضه عشان نبقى منصفين النهارده, انت بتتكلم على شبالة. اه انت بتتكلم في غلط ومش هتفضل غلط, لكن احقاق الحق النهارده انا عشان اديك عقوبه لازم احقق معاك طبعا. انت ايه الاسباب اللي دفعته لكده او خليته عامل كده؟ سبحان الله النهارده معلش هو كان محطوط تحت ضغط الفتره اللي فاتت, لان انت برضو بعض الجماهير بتغلط او بتشتم او بتعمل, لكن هو استحمل كتير. هو كلاعب كوره هو حاطط في دماغه ان هو لما ياخد بطوله هو نفسه يغلط ياخد بطوله عشان يخرج الشحنه اللي جواه او يخرج الزعل, لكن مش بالشكل ده او بالطريقه دي. فانت النهارده عشان تاخد لعيب الكوره لما ياخد عقوبه زي كده, ده كده ده بتبطله ان انت تقعد 8 ماتشات. لعيب الكوره لما بيقعد 3 4 ماتشات كان 8 شهور. وخلي بالك يعني انا سمعت كمان ده. لا خلي بالك كابتن, انا سمعت الاستاذ بيومي اللي هو خبير اللوائح, هو بيتكلم على فكره عشان تروح الاتحاد الدولي. خلي بالك ده مشكله كبيره جدا, لازم الاول الاتحاد المصري. حضرتك بتبرر مصلحه نادي الزمالك ان يروح الاتحاد الدولي. انت حضرتك بتبرر العقوبه ولا التصرف يا كابتن؟ لا الفيديوهات كلها العقوبه ولا التصرف يا كابتن؟ ان انت لان كمان بس في حاجه قال لما ترجع للوائح والقوانين والعقوبه نفسها في الحاله دي مش هياخد الثمان شهور. خلي بالك وفي الاخر يا فاروق هتخلص على القهوه. اخر تعليق كابتن جوده, لو انت بتتكلم لا انا بتكلم في القهوه يعني هتخلص, هتبقى في صلح واعتذار. لو في نفس الموضوع يا كابتن انا ما اقدرش اقعد هنا, ما اقدرش اقعد على شاشه التلفزيون وابرر الغلط. ما اقدرش يمكن اقول لحضرتك شيكابالا ممكن يبقى زميل, احنا كلنا لعبنا كوره, ولكن انا ما بتكلمش في عقوبه. انا ماليش دعوه, انا مش خبير لوائح ولا عقوبات ولا لازم تحقيق ولا دي حاجه متشافه في التلفزيون. فاعتقد يعني نطلب منه طالما كابتن فاروق انت شخصيه عامه او اي حد بيقول لك حتى قبل العمل العام او شخصيه عامه لازم هيتعرض. مين انت ما تشتمتش يا كابتن فاروق؟ كابتن محمود حضرتك ما يعني ما فيش حد فينا يا كابتن ما تشتمش, انما انا ابرر الغلط واقول هو محطوط تحت ضغط. محطوط انت 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 دلوقتي دخلت في المسؤول رقم واحد عن الكره المصريه, فاعتقد الموضوع صعب أيه. جدا يعني كلامك صح كابتن, لكن في الاول في الاخر اتحاد الكره اخذ قرار ونادي الزمالك طبعا هيتخذ اجراءاته الخاصه بالاستئناف على هذا القرار. كابتن وداب بشكرك حبيبي, شرفت كابتن وداب, بشكرك بتنور. بشكرك كابتن, كنت مبسوط جدا وانا مع حضرتك ومع كابتن وداب. طبعا سعيد بيكم طبعا, اتنين من النجوم الكبار في النادي الاهلي اللي انا شاركت معاهم في الدوري وحصولنا على بطوله الدوري مع النادي الاهلي كذا سنه. بشكركم طبعا كباتن. خليني بس اقول لكم المباريات الخاصه بالدوري الانجليزي النهارده, الجوله الثالثه نتائجها النهارده يوم الاحد 29 اغسطس, توتنهام وواتفورد. وفوز توتنهام 1-0 على واتفورد. بيرنلي وليدز يونايتد تعادل ايجابي 1-1, وفوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0. ده مباريات الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني النهارده كانت في مباراه ختافي وبرشلونه, برشلونه بيفوز على ختافي 2-1, قادش بيخسر من اوساسونا 3-2, ورايو فيكانو بيكسب غرنادا 4-0, واتلتيكو وفيريا ريال متعادل ايجابي 2-2. الدوري الايطالي الجوله الثانيه, جنوا بيخسر من نابولي 2-1, وساسولو بيتعادل سلبيا مع سامبدوريا 0-0, وايسي ميلان بيفوز على كالياري 4-1, وساليرنتا بيخسر من روما 4-0. دي نتائج الدوري الايطالي والاسباني والانجليزي. بشكر حضراتكم, ان شاء الله بكره حلقه جديده من البريمو, تصبحوا على خير.